نروح بقى لأخبارنا العالمية والخبر القادم من لعبة الاسكواش والاتحاد الإنجليزي للاسكواش اللي أعلن إلغاء بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين واللي كان مقرر إقامتها بمدينة برمنغهام خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير اللي جاي. ده طبعا بسبب فيروس كورونا اللي عمل تأثير كبير جدا على كل الرياضات المختلفة. القرار جه حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين والمشاركين، خصوصا إن البطولة كانت هتشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة من 55 دولة مختلفة على مستوى العالم. واللجنة المنظمة قالت إن القرار صدر بعد دراسة دقيقة، خصوصا إن في قيود مفروضة على حركة السفر داخل بريطانيا وفي معظم دول العالم.